السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة الفيديو بقى اللي الناس كلها كلمتنا عنه وسألتنا عليه اهو، شوفوا بقى يا جماعة، يعني ده بقى ايه؟ الحمام بالفريك، الحمام المصري بالفريك، حمام ام سهيلة. وانا عملته قبل كده الفيديو ده، بس ما رفعتوش، او احنا عملنا الحمام وما عملناهوش. فاحنا النهاردة دول 18 حمام، 18 2 في 8، لا 16 حمام، 16 حمام. ونقول بسم الله كده بقى، عشان احنا بقى كنا صايمين طول النهار، وقفت عرفات ايه نجرب كده. من فايدة مانجا، مانجا الحمام متفرقش منه حاجة. محدش يعرف يعمل الحمام زي المصريين يا جماعة. بسم الله ما شاء الله. الفريق فظيع. وهنا رز، ما تخش عليه شوية رز بقى منهم، حاجة بقى فظيعة بجد. ما يصبش منه حاجة. أحسن حاجة الواحد يبطل كلام. طعم الفريك هنا في المكان ده، هو في الرقبة ده، عامل ازاي؟ وفي جواها بقى القنص والكبايب بتاعت الحمام، حاجة بقى مقولكش. في لحمة مفرومة كمان، في لحمة مفرومة. الله، الحمام الحاجة الوحيدة اللي ما تبقاش منها حاجة، حتى العظم نقعد ايه؟ كنت طالبين نعرف يتوفى على الفرد، وكنا صايمين صلاحنا حجر محمي حين ده بجد. دوتي سيب الدول هنا هنا، سيب ده يا جماعة، شوفوا
ايه ايه لكم انفر ليه الدرجة التمنية ولا ايه احبا ربا دول فيه دول اللي تحت دول اللي فوق ايه السر اللي فيه طعمهم جميل عصير الكبدة هم كمان لحمة مفرومة نعم جميلة ازاي سبحان الله نعم 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 ازاي ده مسؤول من الناس دي انا بصش له لحمه جميل شو دخل يا حبيبي مانجا انت درجة ماء معنا الصيام برضه في غير رمضان صعب الله نصوم النهاردة نصوم صايمين واقف على الفرض له طعم تاني كده غير رمضان الصيام ده له طعم تاني غير رمضان ويوم حار المكيف بيصعب على الواحد ايوه طب انا عايزكم توصلوا بقى الفيديو ده لاعلى لايكات تمام وتعملوا له تشتركوا في الصفحات بتاعتكم وتدلوا على لايكات يا جماعه فيديو جامد اهو 16 حمامه حاجه بقى ايه 18 ولا 16 18 لا 2 8 ب 16 16 يا حاجه 8 تجوال
لا مستحيل. عندها 8 تجوال، 8 ال 2 في 8، 2 في 8 ب 16. فريق جامد قوي. يا جماعة عايز أطول عليكم بقى، كنت من غير الفيديوهات اللي بتطول دي بتخبطني. شوفوا بخير، اللي مشتركش في القناة يا جماعة ينزل يشترك دلوقتي في القناة بعد إذن حضرتك، ويعمل لي أحلى لايك، واللي مشترك في القناة يعمل لي اللايك ويتدعوا لي. ربنا يسعدكم يا رب، كل سنة وأنتم طيبين. السلام عليكم. كمل اكل بقى.